شكرا من تونس. إذن الجزء الأخير اللي الجزء الأخير يجي فيه حسام للأسف. مش نختمه بحسام حبة تلغب. عسام حسام حمد. مرحبا. عسام أبو بكر مرحبا بك ومرحبا بضيوف الكرام. هذه فقرتكم الأسبوعية كاميرا حسام. حالة من الحزن والأسف عمد كامل فريق كاميرا حسام الأسبوع الفارط على آخر التحويلات اللي صارت. كامل الفريق؟ الفريق كل شكون يعني الحاله من الحزن هذه لمغادره او فقدان كاميرا حسام لاحد مموليه الرسميين في لمده 4 سنين كاملين. ديديكاس اوماج وتكريم لمن فقدته كاميرا حسام. كده كده يا قلبي حتى مني كل حاجه حلوه فيا هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي على غالب هذيك الدنيا هذوكم الكراسي تبدلوا وزير التجهيز ما تقول وزير سيد وزير التجهيز سمعت صار عفاوي لا سبب بقي بخير لا لباس لباس اما فقدنا شكون مش عبي بلاصته تو معنا شكون مش يعبي بلاصته او حتى شكون مش يعبي في كاميرا حسام. نحيي السيد محمد صاحب عرفاوي بكل جديه بعد الفلكه الصغيره على كل روحه الرياضيه اللي تحلى بها تجاه فقرتنا وزاد كيف كيف على نبشروا الوزراء الجايين نقول لهم بايك ما جاي ونبداو في الانرجي شويه نمشيو لحاجه باهيه نمشيو للجيسس نمشيو للثقافه خاطر غبنا عليكم الجمعه اللي فاتت حضرنا الاوفرتير تاع الجيسس لكن فما حاجه احنا متعدين مستنسين ديما نعديو حاجاتك التنبير شويه من المره هذه مش عاديو حاجه مزيانه حاجه حلوه صارت في شارع حبيب بورقيبه مكان التفجير القلبي الارهابيه قدام البالماريوم وقدام المسرح البلدي كان صار حاجه تشبه الفلاش موب شويه سيام الخوجه جابت صغيرات اللي شطحوا فين تمت عمليه التفجير بالضبط حاجه مزيانه برشا تفرج عليها. كان هذا الحفلة الصغيرة اللي صارت امبروفيزي شوية في وسط شارع حبيب بورقيبة تو نمشيو لي مدينة الذقرة. اسمح لي بتعليق. تفضل سي محمد. نتوقع ثم ناس مش يعلقوا تحبوها هيك تحبوا بناتنا يتشاطحوا كذا شوفوا كل حاجة نحن نحب الله في الزهور وهم يحبونه في القبور تشطح ترسم تكتب قصيدة تحل كتاب المهم تحب الحياة مش تفجر روحك. يعطيك الصحة محمد باش نمشيو للطاقات اللي تفجرت في وسط السياسية خاطر السياسيين يزوم يحضروا في الافتتاح أيام قرطاج السينمائية حضروا صورناهم تقرير كامل عن السياسيين. لازم نخزر لك ولكن ما نعثرش. لأني ماذا بيه؟ العثرة بحسابها. قلت شي انا لوز عليك قصيدة مش ما تكلمش معك هل تعتبر انه مجرد شخصية مهمة في ديما 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 مستر بسر معالي سفير هاي هاو يو بس ديما امسية طيب امسية طيب يلا هما دايما كده مع السياسيين احنا حرفيش يا عمي احنا حرفيش مش مهم بس في الاخر احنا حرفيش تقريبا الحب الكبير يا معلمية زيادة ها تفضل ها يا سي عم ايه ايه ايه
مشيت نجد بعد خد معاش صاروا فكرة. يا حسين شو الأحوال؟ سنة طبونا الشهرية عودة 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 الفيديو لهنين يا موسى بالله يا دور الشهرية ما تثبتش هنا خذينا عمين جو ايش بونس ايه مش حاجة جديدة حتيني مش مشتاتين من كنتي كانت هذه حضور كان هذا حضور السياسيين لكن السينمائيين زادة اكيد هم اللي زينوا المهرجان باسك ولا باسك باسي ولا باسي عنوة تنش تعتبر تبدا عنوة تنش تعتبر تولي تحرش لا باسي نمشيو الى ما هو اهم السينمائيين اللي حضروا كانوا كم كبير من السينمائيين حضروا كنا اختفنا اعز اللقطات شكون يعطيك انفيتاسيون انت كل عام بتجي فاهم شكون 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 يمدلك انفيتاسيون انا الملكه يا حسين شو جاي اجي اجي يخلط والديك مريم بالموليه وشكون يعطيك انفيتاسيون بجي احمد لاندولسي بحيل ورسم مين بحيل احمد لاندولسي وانا عليك عليك علاش شو يقولوا علينا عليك مش قاوله عيب بيزالي قال لي شنو هي الكوب الغالطه قلت له وقتك اخلقنا البلاد لا 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 هذه كوب غالطه قلت له 72 هذوك ما كلمه تبعوش والله الا انت شنو انت 73 ها مخبيني ولا مبوس جاي لا فير ديجا شلون جاب سينما غوزي اكزاكتومون كم بالبوس بوتير مرت النمر مفترس قيمي انت قيمي قيمي بليد 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 يا وليش كيف فريد بغدير لبست انا شوف لبست انا غرت قدامك كيف فريد بغدير هو رغناته الممثلة في تدخل لا لا نعرف اما بدتني شوية اما بدتني مش شوية مش برشا غرت كيف فريد بغدير بريمو فريد بغدير وما عمل ايش اللي عملت دي طول لا 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 في بيخ بيبو ما نعملي بيبو عملي رشا محلاه الروبا والكويت احلى من مزور الكويت عايشك حتى انت تفهم على الاخر ميرسي احمد شويه شوسي تسمعوا الريت ميتريز عطيتها له من هاك الجهه عندك قلت لها تي بيتر في الروا حتى في بيت الجبال وحتى في بيت النور حتى في بيت السالة وكسر بيت الشوفوها وفي كوزين والديكوزين شو فيه اكيد كل عام تستناو اكيد هذه كانت الاجواء السياسيين هذوكم اللي يعني عملوا الافتتاح كالعاده كل عام تستناو كليب الروب نتاع جساسي هذا كليب فساتين جساسي
هذه جزيزة. هي فرحة كبيرة تعبت في الأفنية في بلاصة عروب. أما ما حطش الكويت. الكويت معلش. نمشيو الحدث الكبير اللي صار الجمعة اللي فاتت اللي هو فينال شامبيونز ليغ اللي ترجى النادي التونسي ربحوا 3 بشيء. صورنا برشا حاجات باش نخليهم سبيسيال لمنوعة عبد البغلاء لكن باش ناخذوا ما يهمنا في اللي صورناه. حكينا برشا حافظ قائد زبسي. المرة هذه فما ديما فان بياس جوانت مع حافظ قائد زبسي. من يرافقه؟ أعطينا سؤال. سفين مش تحب الكلوب مش تحب الكلوب ثم صبرت اوكي نمشيو للحدث اللي بعده طول ما غير تعليق نمشيو في ساعه الى نوردين طبوبي كان عنده اجتماع عمالي في وزاره الفلاحه الاجتماع هذا كانت فيه اجواء خنقول هستيريه شويه معناها اخر مره ريتها في حفله مايكل جاكسون في المنزل هتشوفوا خروج الطبوبي من وزاره الفلاحه بعد الاجتماع الشعبي مش قلتوا سمير بالطيب فقط هذا ما تعاش بتعويض لا مش نواصلوا مش يمشيوا للاستقبال استقبال طبوبي كان بالورود هل تشوفوا الاستقبال بالورود تو مش نجاوب على سؤال يتسألوه الناس الكل بوكي النوار اللي جايب هذاك من الورود الكل وين يمشي تبعنا بوكي النوار العمال المطرودين من جراف الساعد كذلك المهندسين أشكركم جزيل الشطري أما والمهمة أمان حسين أنا استغربت قلت حسين مش حب يقولوا بوكي النوار استقلوا بين نوردين طبوبي ونسيت اللي فما حاجة بعد فما حاجة بعد ما عنديش شكل شمشيو إلى يوسف الشاهد في مؤتمر كونيكت غدوة مشي حل التحقيق طبوبي أين ذهب الورد عزيزي نمشيو إلى اليوم أمس فما إيفنمون صار في وسط العاصمة على نظمته كونيكت الإيفنمون هذا كان على الاستثمار الأفريقي كان يوسف الشاهد يتكلم وبينما يوسف الشاهد يتكلم اختفنا حاجة سعى إلى مواصلة تحقق العجز المالي العمومي من خلال ميزانية 2019 بعد أن كان في حدود 6 على إنعاش الاقتصاد وإعادة هذه السنة أبرزها قفزات اقتصادية هناك العديد من المشروع معناها التنموي الجديد في تونس وهما وبما أني صحفي خجول جدا بعد ما وفات الكونفرنس مشيت للسيد وسألت على رأيه في خطاب يوسف الشاهد son discours est résolument optimiste parce qu'il encourage donc le brassage des entreprises, la rencontre des entreprises sud-sud. Donc félicitations au chef du gouvernement pour sa présence et surtout pour son soutien pour l'organisation de برافو حسين شكرا لك يا الله هذا السياسه ذاك ولا يجي ضيف تونس مستثمر مستثمر هذاك افريقيا وفضلكم خليوا الاستثمار موجود شكرا لكم وشكرا على العظيم بارك الله فيك شكرا برافو حسين حماد شكرا تلقاو كل التصريحات والاراء اللي تقالت في من تونس اليوم على الصفحه نتاعنا على فيسبوك شكرا لك محمد بوغلاب شكرا لك فاتر القناه شكرا لك سيموس بن مراد شكرا لك دكتور حمادي بارك الله فيك شكرا لك صالح بارك الله فيكم نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت على قناة التاسعة للقاء قاسم الكيفي عن العمر 74 سنة توفى اليوم في تونس العاصمة اليوم الصباح النجم نقولوا كان ربي يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون حزين شوية هو وفاة الفنان التونسي الكبير قاسم الكيفي وفاته صباح هذا اليوم ربي يرحمه وربي يصبره